كتاب الأضاحي باب ثواب الأضحية. تفضل 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 يا أستاذ سلفي تفضل. تفضل. طب أقرأ حتى يأتيني تأتيني مداخلتك. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قاضي الأردن وفلسطين، قال أبو حاتم الرازي ثقة، وقال أحمد ثقة، والنسائي قال ثقة مأمون، وقال العجلي ثقة، وقال الخطيب كان ثقة، مسلم بن القاسم قال ثقة، وابن يونس قال هو ثقة ثبت. قال: حدثنا عبد الله بن نافع، عبد الله بن نافع أبو محمد المدني، نعم. قال ابن معين ثقة، أما البخاري فقال في حفظه شيء، أبو زرع الرازي قال لا بأس به، حقا أنه ثقة وله أوهام وماذا بعد. قال: حدثني أبو المثنى الكعبي، نعم، ذكر ابن حبان في الثقات، لكن أبو حاتم قال منكر الحديث، ولذلك ابن حبان ذكره في كتاب المجروحين وقال يخالف الثقات لا يجوز الاحتجاج به، وابو حاتم قال ليس بقوي. هذا علة الحديث عن هشام بن عروة ومن الثقات، حديثه بالمدينة أقوى من حديثه بالبصرة، عن أبي عروة بن الزبير أثبت الناس في عائشة رضي الله عنه وأرضاه كان ثقة ثبتا دينا فقيها محدثا، عن عائشة، وعائشة هي أعلم نساء العالمين رضي الله عنه وارضاه، ومن السبع المكثرين عن نبي الأمين. مرفوعا: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من هراقة دم، وإنه لا تأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا، فطيبوا بها نفسا. حديث وروى أيضا حديثا بسندي، وحديث ضعيف أيضا في ضعفاء، عن زيد بن أرقم قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. هذه حديث ضعيفة لكنها يعمل بها في فضائل الأعمال. أما حديث أول فمحتمل، حديث أول يحتمل ضعفه ينجبر، ضعفه يسير. ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا، ما عمل ابن آدم أضاف العمل له ردا على الجبرية، وفيها دلالة على أن الإنسان يحاسب على عمله، وإن كان قد قال المسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لكن لازم تفهم جيدا أن رحمة الله لها وسيلة للذهاب إليها، وهي أن تأخذ بأسباب الرحمة بالعمل الصالح، بالعمل الصالح. وذلك قال: سددوا ولن تحصوا. قال: يوم النحر ويوم عيد الأضحى أحب إلى الله، وفيها دلالة على إثبات صفة المحبة لله جل في علاه، فإن الله يحب، نعم، يحب الأعمال الصالحات، يحب الصالحين، كما قال الله جل في علاه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ويكتب له القبول في الأرض. نعم. فإذا المحبة هنا ثابتة لله جل في علاه. قال: من إراقة الدم. ولذلك أيضا في الحديث الضعيف لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال: العج والسج. قال: العج والسج. قال: إنه لا تأتي يوم القيامة بقرونية وأظافرها وأشعارها، وأن الدم لا يقع من الله عز وجل بمكان كالصدقة التي تقع في يمين الرحمن فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة.
قال فطيبوا بها نفسا. الحق بأن الأضحية من أفضل الطاعات، وإراقة الدماء من أحب العبادات لله جل في علاه. ففيه الصدق، وفيه النفقة، وفيه الصدقة، وفيه أيضا القربة لله وحده مخالفا لأهل الشرك والكفران. فكانوا يذبحون وينحرون لأصنامهم، والمؤمنون أشد حبا لله جل في علاه. والثاني قال بكل شعرة حسنة، قالوا فالصوف قال بكل شعرة حسنة. وهذه أعمال صالحات تثبت عند رب الأرض والسماوات. وقد بينا قبل ذلك أن القاعدة العامة التي تشمل هذا بأسره أن النفع المتعدي أحب إلى الله من النفع الذاتي. النفع المتعدي أحب إلى الله من النفع الذاتي. طيب سأجيب المداخلة سلف الآن بعد الفؤاد المستنبط. الرد على الجبرية، تفضل الآن كما شئت يا عبد الرحمن. نفع الله بك الأمة الإسلامية جمعاء. بالله دعواتك وأنت في الحلقة، الله يحفظك من كل سوء. شكر الله لك ونفع بك الأمة الإسلامية. إثبات المحبة لله جل في علاه لإبراهيم عليه السلام سنة متبعة. لإبراهيم عليه السلام سنة متبعة، هذه الفائدة الثالثة. طيب الإجابة على مداخلة الأستاذ السلفي، قال بالنسبة لما يتسمى بسلفي أو أثري لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق الأمة 73 فرقة، وكل فرقة لها وصف يميزها وتعرف به. وأهل السنة والجماعة تتبع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فما الإشكال في التسمي؟ لا إشكال، لا إشكال. أنا ما قلت فيه إشكال، قلت إن قالها على وجه التحزب والتفرق فهذه جاهلية منتنة. قلت إن كانت على وجه التحزب والتفرق فهذه جاهلية منتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا يا للأنصار يا للمهاجرين، قال أو بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. ولا يزال الأنصار أنصار، ولا يزال المهاجرون مهاجرين. فأنا إنكاري كان على وجه التحزب الذي يجعل التفرق. يقول أنا أثري أنا سلفي والباقي خلفي مبتدأ، على وجه التحزب هذا الذي أنكرته. لكن التسمية بذاتها قد بقي الأنصار أنصار، بقي المهاجرون مهاجرين. لعل الإجابة لم تصل لحضرتك كاملة. بركت أم مسدد. هل وضحت؟ طيب أنظر لو في أسئلة أخرى. أجبت أنا عن ذلك يا براء، أجبت، قلت أصلها هبة من الله جل في علاه، ونماؤها بالاكتساب، نماء العلم بالاكتساب. طيب انا ببحث عن اسئله الان، انا عارف ان انا قصرت في درسين. ما رايت اسئله الى الان؟ نعم حسام يقول هل يجوز للعام ان يفتي في امور العامه بغير علم؟ هل يجوز العام يعني يفتي؟ لا يجوز بحال الاحوال، ولو وافق الصواب فهو آثم. سام يقول رجل اتى بابن اخيه وعمره عامين ونصف لزوجته يعيش معهم ولم ترضعه، وصار عمره 11. ترضعه الان، ترضعه، تعصر ثديها في اناء في قاروره 5 رضعات وترضعه. هل يمكن جمع طلب العلم طلب المال؟ طلب العلم لا يقبل شريك، ولن يصل لهذا العلم ما إلا من أرجعه الفقر. نعم يجوز له ذلك. بعض العلماء اشترط الأمر عرف أنه منكر أن يغلب على ظن أنه سيستجاب له، خطأ مبين. فذكر نفعة الذكرى لا يحتج بها على ذلك، بل واجب عليه إنكار المنكر وإبلاغه لأهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي
عن بينة. نعم، من قال لا يمكن طلب العلم إلا عن طريق المشايخ فهذا كلام صحيح، ليس له أن تصدر للدعوة إلا أن كان يعني على الأقل عنده علوم بأصول معينة. مثال هكذا الأسئلة قد انتهت. نعم، لك أن تفعل ما شئت. الحمد لله أنت جمعت هذه الأسئلة سلفي، الله يشكر لك، جزاك الله خير. أظن أنني أجبتها بفضل الله جل وعلا. آخر سؤال دكتور تامر، هل يجوز أن يقول لزوجتي انطهرت فأنت طالق؟ وهل يقع طلاق مجرد تحقق الشرط؟ نعم، انطهرت إذا رأت القصة البيضاء طلقت. لا يستلزم اللفظ، إذا طهرت طلقت. بهذا نكون قد انتهينا من الدرس اليوم، والحمد لله، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.